اسمي عبد المسيح قرا، ساكن هون بالحي من أكثر من 60 سنة، وشارع قديم بحمص القديمة وبالأحداث تضررت الأبنية اللي موجودة ومنهم البناء تبعنا. رغم كل شيء اللي صار بهذه المنطقة بالبيت بشكل خاص، فكان يعتبر ثروة كبيرة رغم كل شيء اللي صاير بهالبيت. الحمد لله إنه الأمور طبيعية والصحة منيحة والأولاد جيدين وباقي كل شيء بترجع، وبقي الكتاب السمين موجود ما بتغير. أشكر كل الجهات اللي كان إلى دور وساهمت في إعادة ترميم المنزل بشكل كامل، وإن كان الجهات داخل أو خارج القطر، وطبعا من ضمن الكنيسة اللي كان له دور رئيسي كمان في إعادة ترميم البيت وإعادته لوضعه الطبيعي القديم وإعادتنا للسكن في بيتنا القديم. شكرا للجميع.